محمد سعيد، لا شيء يعني يوقف رالي الصعود في مصر، ما أبرز المحركات؟ يعني هل يعني هناك عوامل أخرى تحفز هذه الارتفاعات بخلاف ما كنا نتحدث عنه بالأمس، أنه هناك موجة تحوط من قبل المستثمرين الأفراد مستمرة؟ صحيح، وما زالت مستمرة محمد كما تشير في ثاني جلسات الأسبوع في البورصة المصرية، حيث يرتفع المؤشر الرئيسي بنحو نقطة مئوية ويجرى تداوله في هذه الأثناء عند مستويات 22,350 نقطة، وهو يعني يقترب كثيرا من القمة المسجلة خلال الأسبوع الماضي يفصله عنه نحو 150 نقطة عند 22,500 نقطة. والتقارير البحثية الصادرة صباح اليوم بنقطة نار تتوقع أن يستمر الزخم في تداولات البورصة المصرية وأن يختبر المؤشر الرئيسي مستوى 23,000 نقطة. ربما أبرز المحركات الداعمة لأداء السوق خلال تعاملات الدقائق الأولى من جلسة اليوم محمد هي قطاع الموارد الأساسية، نتحدث عن ارتفاعات ملحوظة على عديد من الشركات العاملة في مجال الصناعات أو الموارد الأساسية. سهم موبكو يرتفع في الدقائق الأولى بأكثر من 10%، يجرى تداوله عند 655 نقطة. هناك ارتفاعات أيضا مسجلة على سهم مصر لصناعة الكيماويات والذي يرتفع بأكثر من 3.5%. أيضا سهم حديد عز يرتفع بأكثر من 3 نقاط مئوية في الدقائق الأولى من جلسة اليوم، رغم أن الشركة التي نشير إليها شركة حديد عز قد سجلت خسائرا من فروق ترجمة العملات الأجنبية بحسب آخر قوائم مالية معلنة من الشركة. ولعل ما انفردت به الشرق عن اتجاه مصر لزيادة وارداتها من الوقود ربما يعني يكون الأمر قد يكون مرتبطا بالأداء الإيجابي المسجل على أسهم قطاع الموارد الأساسية والتي تعتمد على الوقود كمدخل ضمن مدخلات العمليات الإنتاجية لديها، لا سيما في قطاع صناعات الأسمدة تحديدا. وربما الأمر يرتبط أيضا باتجاه الحكومة المصرية لتعجيل وتيرة برنامج الطروحات الحكومية. هناك أنباء صحفية منشورة في الصحف المصرية صباح اليوم عن انضمام عدد من المتنافسين على شركة صافي لإنتاج المياه، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة المصرية وأحد شركات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية. إلى غير ذلك من أخبار، ربما ليس هناك زخما في الإعلانات أو الإفصاحات المعلنة من الشركات المقيدة في السوق باستثناء ما أعلنته الشركة الشرقية للدخان من أن اليوم هو آخر يوم للحصول على كوبون توزيع أرباح نقدية تصل قيمته إلى 3.75 جنيه، يتوزع عبر قسطين، القسط الأول بقيمة 2 جنيه ويتم توزيعه خلال شهر أكتوبر الجاري، والقسط الثاني بنحو 175 قرشا من المقرر أن يتم توزيعه خلال في وقت لاحق في شهر ديسمبر من العام الحالي. الزخم لازال مستمرا أيضا على مؤشر EGX70 الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، تقترب مكاسبه في هذه الأثناء من نقطة وربع النقطة المئوية، ولا يزال في هذه اللحظات عند أعلى مستوى تاريخي له وهو أعلى من 4,100 من النقاط. شكرا لك محمد سعيد على كل هذه التحديثات من السوق المصرية.